تعالوا المطعم كوري في أبو ظبي بصحبة سلمى ويارا. وأول ما فتنا المطعم عندهم بقال للمنتجات الكورية، والمكان مرتب والديزاين أكنك في كوريا. وطلبنا من المنيو سوشي وشربات وتشيكن ولحوم، وأحلى شيء فقرة اللحوم بتنعمل قدامك على الجريل، وكانت تجربة كتير رائعة. ولفيت الخس مع اللحمة على الطريقة الكورية وطعمها كتير روعة. ولمحبين التشيكن أطباقهم معمولة صح. ومطعم مادينج الكوري موجودين في أبو ظبي نادي الغزال الجولف، وختمناها بآيس كريم وبنصحكم بطعم المانجا. وفي مكان عندهم لعبوا فيه سلمى ويارا.